السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعينا نقدم لكم اسعار بورصه الدواجن ليوم السبت 11 مايو 2019 تابع معنا الفيديو للنهايه اولا بالنسبه لاسعار اللحم سعر كيلو الفراخ الابيض 31 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 37 جنيه سعر كيلو الفراخ البلدي 36 جنيه بالنسبة لأسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الأبيض من خمسة جنيه لسبعة جنيه سعر الكتكوت الساسو من ثلاثة جنيه لخمسة جنيه سعر الكتكوت البلدي من ثلاثة جنيه لأربعة جنيه بالنسبة لأسعار البيض كرتونة البيض الأبيض أربعة وثلاثين جنيه كرتونة البيض الأحمر خمسة وثلاثين جنيه كرتونة البيض البلدي واحد واربعين جنيه في النهايه بشكركم لحسن المتابعه لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته